تسببت أزمة سد النهضة الإثيوبي في توتر العلاقات بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، وبدأ الحديث يتطرق لاحتمالات مواجهة بين الجانبين ومدى الفارق في القدرات العسكرية بين مصر وإثيوبيا. على الورق تتفوق القوة المسلحة المصرية بشكل كبير على الجيش الإثيوبي، حيث تتمتع مصر بميزة قوية بشكل خاص في كل من القوات البرية والجوية. وفقا لموقع Global Firepower صنف الجيش المصري في المركز 14 عالميا، بينما يأتي الجيش الإثيوبي في المرتبة 60 من بين أقوى 140 جيشا في العالم. ويبلغ إجمالي نسبة إنفاق مصر العسكري من الناتج القومي 1.2% حسب تقديرات موقع CIA لعام 2019 مقابل 0.64% لإثيوبيا. في المجال الجوي تتسع الفجوة بين البلدين بشكل كبير. تمتلك القاهرة ما يقرب من 1053 طائرة حربية، منها 250 طائرة مقاتلة مقابل 92 طائرة حربية، منها 24 طائرة مقاتلة لأديس أبابا. كما تمتلك مصر 91 طائرة هليكوبتر هجومية مقابل 8 فقط لإثيوبيا. يبلغ حجم الجيش المصري أكثر من الضعفين ونصف الضعف بالنسبة لحجم الجيش الإثيوبي، حيث يبلغ عدد أفراد الجيش المصري في الخدمة الفعلية 440 ألف فرد مقابل 160 ألفا للجيش الإثيوبي. وتضم القوات البرية المصرية 3735 دبابة و11 ألف مدرعة، بينما تمتلك إثيوبيا 365 دبابة و130 مدرعة. كما أن مصر قادرة على إبراز قوتها في البحر عبر حاملتي طائرات فرنسيتين وثماني غواصات، ولكن من جانبها أوقفت البحرية الإثيوبية عملياتها في العام 1996 عندما أصبحت دولة غير ساحلية بعد أن نالت إريتريا استقلالها عن أديس أبابا.